بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم متابعي قناة تفسير واو الأحلام، نقدم لكم اليوم تفسير رؤية نزول الحليب في المنام للمرأة المتزوجة. إذا كانت المرأة التي ترى اللبن ينزل من ثديها متزوجة، ففي هذه الرؤية بشارة بقرب حملها. وإذا كانت هذه المرأة كبيرة في السن ولا تفكر في الحمل وعندها أبناء في عمر الشباب، ففي هذه الرؤية أيضا بشارة لاقتراب زواج أبنائها. وإن كانت هذه المرأة لها بنات متزوجات، ففيها بشارة باقتراب حملهن. وإن كان لها بنات أو زوجات أبناء حوامل بالفعل، فهذا إشارة إلى اكتمال حملهن بطريقة بسيطة وميسرة بإذن الله. أما رؤية نزول اللبن من الثدي أثناء النوم للمرأة الحامل، فهذا يدل بخير وبشرى كبيرة لهذه المرأة المتزوجة، فإن حملها سيتيسر بشكل كبير ويكتمل بإذن الله بدون أي متاعب نهائيا، وكذلك بطريقة ميسورة، وسيخرج المولود بسلامة وهي في كامل صحتها بأقل تعب وشفائها بإذن الله. وهذه بشارة للمرأة الحامل بالخير من الله عز وجل. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، أرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.